يقف العم أبو محمد أمام بسطته المليئة بمختلف أنواع الفاكهة المحلية من بساتين محافظة الأنبار، لا سيما الفواكه الصيفية التي توفرت بكثرة في سوق الفلوجة وبأسعار مدعومة. موز 1000 ونص، آلو 1000 ونص، خوخ 1000 ونص، عنب 1000 ونص. 1500 دينار سعر الكيلوغرام الواحد بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي في أغلب المحاصيل الزراعية. يعني هاي خيرات العراق كلها خير من الله، والفلوجة أنتجت ما شاء الله كزراعة وكفاكهة وكمخضر، كلها زراعة مالت الفلوجة هاي، ما جانا استيراد بسيط جدا، بس الزرع المحلي هو اللي دام السوق، هو اللي مشي السوق، هو اللي كنوعية أفضل، كشيء أفضل من عنده، أفضل من المستورد، وطلبيات الابن الولاي وابن العراقي ياخذ العراقي أكثر من المستورد، ليش؟ حاجة نظيفة، حاجة حلوة، حاجة مرتبة. يقتصر الاستيراد هنا على بعض المحاصيل الزراعية، فيما يطالب المواطنون وأصحاب محل البقالة أن تسهم الحكومة في دعم المنتوج المحلي من خلال توفير متطلبات الفلاحين. نحن نشجع المنتوجات العراقية، مو ندعم الفلاح العراقي. يعني ليش؟ يعني قبل احنا ما كنا نستورد بصراحة، يعني قبل بالأيام اللي السابقة، السنين السابقة العفو، كنا ندعم الفلاح، بس احنا نريد يعني ان تدعمون الفلاح. يقدر المتوسط والفقراء اليوم يقدرون بشكل عام يتبنون ويشترون من هذه الأموال، عفوا البضاعة الموجودة. يعني اليوم المواطن إذا دخل للسوق ما راح يطلع بنقص من مواد سواء خضار أو فواكه. وتضم محافظة الأنبار عددا كبيرا من الأراضي الزراعية التي ترفد السوق بأصناف مختلفة من المحاصيل، سعيا للخلاص من المنتوج المستورد. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة.